السلام عليكم. اليوم عندنا صور جديدة لملعب الدويرة، وين نلاحظ أنه عملية وضع العازل المائي فوق المدرجات انتهت، يعني تقريبا 100%. وكذلك الملاحظة الثانية أنه عملية وضع النظام بتاع تصريف المياه على أرضية الملعب ما زالت لم تنتهي بعد، فيها بعض الرتوشات الأخيرة إذن. وكذلك الملاحظة الثالثة هي أنه كما كنا متوقعين أنه القرب بدء الكراسي وضع الكراسي على المدرجات، في الحقيقة العملية هذه لم تنطلق بعد. إذن الملعب يبدو رائع من حيث التصميم، وقضية الوتيرة للعمل تبدو بطيئة، وهذا ما يعني أكد عليه الوزير في زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي، حيث أنه أكد على التسريع في وتيرة الإنجاز وتعزيز يعني الفرق نتاع العمل في على كل الجبهات، يعني في كيف الورشات نتاع الداخل وخارج الملعب. إذا إن شاء الله تكون فيها يعني خطوات متسارعة للانتهاء من هذا الملعب الرائع، ليضاف إلى يعني يضاف إلى رصيد الجزائر في الملاعب المغطاة، واللي سوف يعزز حظوظها في يعني تنظيم البطولة الإفريقية نتاع الكان في 2025. نكتفي بهذا ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.